Welcome to Double Like World. Once upon a time, in the year 2020, we faced incredible challenges. أحداث عظيمة. لكن إحنا الشباب همتنا أكبر من كل شيء. 2020 واجهناها بكل إصرار وعزيمة. Double Like. يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة نبتدي فيها من دبل لايك. ونذكر أن احنا في يوم الأحد مناظرات، ومعنا متناظرين من مركز مناظرات البحرين داخل الاستديو لنطرح موضوع ونتناقش ونتناظر فيه. قبل كل هذا مساء الخير يونس. مساء الله بالنور والسعادة والرضا والعافية. يا أهلا ومرحبا، كيف الحال؟ شو الأمور؟ الأمور تمام. شلون كان الويكند؟ الحمد لله الويكند عجيب، كله في الدوام الحمد لله رب العالمين. وسموه ويكند يعني إجازة، ولكن استثمره، الاستثمار مهم. صحيح. أهم شيء أنجزت؟ هذا سؤال صعب صراحة. أنت تقيس إذا أنجزت ولا؟ وين فريق الإعداد؟ في إنجاز ولا ما في إنجاز؟ ياسمين شو تقول؟ خلاص دام ياسمين قالت أنجزت. في إنجاز. الحمد لله. بعد إذا تكلمت عن روحي بيقولون إيش فيه، بطلوا له مايك وتكلم عن روحه. لا ما يصير. لا أبداً، قلت يصير. لك الإنسان مقياس نفسه. الحمد لله رب العالمين. أنجزت بشكل لا بأس فيه. أشكرك. نمسي عليكم بالخير مستمعينا، ومرة ثانية نذكر أن احنا مناظرات بين فريقين معنا داخل الاستديو كل يوم أحد مع وضد. اليوم الفريقين رغم اختلاف خلنا نقول الموقف في القضية، لأنه يجمعهم شيء واحد. عرفته هو؟ أيوة. شنو؟ حرف السين. الأربع الموجودين عندنا اليوم في الاستديو يجمعهم حرف السين رغم اختلاف مواقفهم في هذه القضية. بداية نوصل لكم تحايا فريق العمل، لكم تحايانا من خلف المايك يونس العيد ونيل الروعي. تقبلوا تحيات فريق الإعداد الثلاث الخطير ياسمين مفيد، هيا الأنصاري ونور القاسمي. من الإخراج الإذاعي الثنائي المبدعين حمد بوغيس وفاطمة قنبر. تقبلوا تحيات مخرجنا اللي منورنا اليوم، يا هلا ومرحبا وحياك الله، مخرجنا التلفزيوني حسان الشيخ. دبل لايك. دبل لايك. وكل فريق كالعادة ومثل كل يوم أحد، الأحد اللي فات كان معنا حروف مفكرة والزعامة، وبعدها فريق البحرين وفريق آخر كذلك. نعم. هالمرة معنا فريق الطليعة وفريق المستقبل. احنا نرحب بضيوفنا اليوم، حياهم الله ومنورين. ونذكر متابعين الكرام كل أحد عندنا مناظراتها، يعني المناظرات تجري على حسب أسس وقياسات معينة. فعلى سبيل المثال كانوا يستفسرون من المستمعين الكرام كلمة المجلس، فهذه كلمة دارجة في المناظرات. أيضا لابد يكون عندنا فريقين. العادة المناظرات تتكون من ثلاث أشخاص، ممكن تتكون من شخصين وحتى من شخص واحد، ولكن اليوم موجودين من كل فريق شخصين. ونذكر أن الموضوع لا يمثل آراء المتناظرين، بمعنى احنا نسوي قرعة، المناظرة فيها معه وضد، فنسوي قرعة سويناها أمس، ففي فريق معه وفي فريق ضد، ولكن لا تمثل وجهات نظرات أو وجهة نظرهم الشخصية ولا المؤسسات اللي ينتمون لها. نعم. بالنسبة للمتناظرين، كل متناظر معنا الاستديو عنده من 5 إلى 6 دقائق يثبت فيها رأيه تجاه هذه القضية بين أدلة وحجج وبراهين. خلونا نمسي بالخير على الموجودين معنا داخل الاستديو. فريق الطليعة سمية المجذوب، مساء الخير سمية. أهلا، مساء النور. يا هلا ومرحبا فيك. ومساء الخير سارة باقر، الله يسعد مساك. يا هلا ومرحبا. جاهزين؟ نعم. مستعدين؟ إن شاء الله. جهزتوا أوراقكم؟ إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لكم. أيضا مسي بالخير على فريق الطليعة سلمان السندي، يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا فيك أخو يونس، وسعيد بتواجدي معاكم اليوم ومع زملائي سمية وسارة
يعني من زمان ما التقينا والمناظرات كانت دائما تجمعنا، ففرصة ان احنا اليوم نلتقي في هذه المناظرة. يا هلا ومرحبا فيك سارة العريبي. يا مرحبا وحياك الله. الله يحييكم، نشكر لكم استضافتنا اليوم في البرنامج. حياكم الله، انت اللي منورين وشكرا على قبول الدعوة وتواجدكم معنا. جاهزين؟ احنا قبل ما نبدي معاكم بموضوع حلقة اليوم وعنوان القضية، نبي نبتدي معاكم بسؤال خارج الاعداد. المناظرة بكلمة سارة، يصير كلمتين؟ يصير ثلاث كلمات. أسلوب حياة سمية. المناظرة هي رياضة للعقل. يا سلام. سلمان فكر. سارة تقبل للآخر. جميل، إذن هذا الخليط وهالمزيج الحلو راح نشوفه بعد الفاصل ونطرح قضية اليوم، ويا ترى المجلس شي يقول. دبل لايك. حياكم الله متابعين الكرام. موضوع حلقة اليوم وعنوان القضية سيلزم أو سيلزم هذا المجلس المؤسسات الحكومية والخاصة بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني سواء في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة. خلنا نوضح المتدربين يونس، يشمل ذلك كل من طلبة خدمة المجتمع أثناء تأديتهم لهذا المنهج أو هذا المقرر، المتدربين من المستجدين على الوظائف. إذن كل متدرب، مرة ثانية، المجلس هذا سيلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني، وعلى يميننا فريق معه. والبداية عندكم، البداية مع فريق الطليعة والعضو الأول سمية. سمية ولا سارة البداية؟ سارة باقر. نعم. تفضل يا سارة والوقت عندك. قبل ما نبتدي الوقت سارة، عفوا، احنا نذكر لكل عضو 5 دقائق، خطاب الردع قبل شوي دقيقتين ان شاء الله، المداخلات سلمان اوبن مايك، عبد الله اوبن مايك اول، المداخلات من عقب، تعرفون نظام المداخلات كلكم عارفين. فاحنا اليوم بنستمتع ان شاء الله في هذه المناظرة اللي يقول فيها المجلس سيلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني. الخمس دقائق الأولى مع فريق الطليعة وتحديدا مع سارة باقر. We will start now. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب فيكم يونس ونيلة، وأرحب بزميلتي سمية في فريق معا، وزملائي في فريق ضد، وأرحب باللجنة التحكيمية وجميع المشاهدين والمستمعين لمناظرتنا اليوم. أتينا اليوم في فريق معه لتأييد قرار المجلس بإلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني. وقبل أن نبدأ بخوض وطرح الحجج والبراهين التي لدينا والتي تؤيد موقفنا وتثبت صحته بإلزام كافة المؤسسات بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني، أتي أنا المتحدث الأول ببعض التعريفات، أهمها كلمة سيلزم، أي سوف يضع تشريعاً وقانوناً فيصبح الأمر إلزامي وليس اختياري كما هو الحال الآن. الراتب، ونعني بها الأجر، أي المردود المادي الذي يحصل عليه الشخص مقابل إتمام عمل معين أو خدمة معينة، ويمكن لجهة العمل تحديد هذا الراتب بالمبلغ الذي يتناسب مع طبيعة العمل المطلوبة من الفرد ويتناسب مع قدرة جهة العمل بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين مثل الوزارات والنقابات أو حتى هيئة تنظيم سوق العمل. أي أنه يمكن للراتب أن يقتصر على كونه مصروف شهري يسد احتياجات المتدرب، أو أن يكون مكافأة لعمله، أو أن يكون راتبا كاملا كما هو الحال مع الموظف العادي. من هنا آتي لتحديد من هو المتدرب. والمتدرب هو أي شخص، يشمل أي شخص يود العمل في مؤسسة وذلك من أجل اكتساب الخبرة المطلوبة لبيئة العمل أو لإتمام المتطلبات الجامعية. وأنوه على أن التدريب لا يقتصر على الطلبة فقط، بل يشمل الخريجين من المدارس والجامعات أو حتى الباحثين عن العمل. سأتناول أنا المتحدث الأول محور المتدرب وتأثيرات الفرد، وستقوم زميلتي سمية بالرد على جميع الحجج الواهية التي سيقدمها الفريق ضد، وستقدم الحجج من ناحية تأثيرات المجتمع.
لماذا نريد أن يتم إلزام المؤسسات بصرف رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني؟ باختصار لأن هناك ضياع لحق المتدرب في حال عدم حصوله على راتب مقابل عمله. التدريب المهني بغير راتب يعتبر ممارسة استغلالية للمتدرب. تقوم هذه الممارسة الاستغلالية على علاقة قوة غير متكافئة بين رب العمل وبين المتدرب، حيث أن رب العمل واحد والمتدربين واللي يبحثون عن الفرصة كثير. فإذا بدأ شخص أنه يبي حقه في استلام الراتب يغيره ويجيب أي واحد ثاني بداله. ما هو الحل؟ كما قلنا، إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بصرف رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني، وذلك لتحقيق العدالة في المجتمع ولتحقيق اقتصاد أخلاقي يحفظ حقوق الجميع. الاستدامة والعدالة والتنافسية. لماذا نؤمن نحن في فريق معه بصرف رواتب، بمقولة المجلس بإلزام صرف رواتب للمتدربين؟ ذلك إيمانا منا برؤية البحرين 2030، الاستدامة والعدالة والتنافسية. إيمانا منا بأهمية العمل بمبدأ تكافؤ الفرص، علما منا بأنه من الثوابت التي يقوم عليها العمل المؤسسي في مملكتنا. لكي نحقق فرصا متكافئة وعادلة للجميع، يجب علينا أن نصرف الراتب لجميع المتدربين، وهذا هو الحل الأمثل، بل الحل الوحيد. لا يمكن لأي شخص إنكار حقيقة أننا نحتاج للمال لنعيش ونحيا وأيضا لنعمل. فالشخص يحتاج إلى وسيلة نقل، الشخص يحتاج إلى زي للعمل، يحتاج إلى وجبة في اليوم، قد يحتاج إلى جهاز محمول، قد يحتاج إلى هاتف من نوع معين، والكثير من الاحتياجات الأخرى التي تتطلب المال وتستنزفه. ولا يمكن إنكار وجود فئة كبيرة من المجتمع، من الطبقات المتوسطة والأقل حظا، التي ستواجه العديد من المشاكل والصعوبات من أجل توفير فرصة تدريبية واحدة. إن توفير فرص التدريب في البرامج التدريب المهني دون مقابل تستنزف من طاقة الشخص وأمواله كما قلنا، خاصة من الطبقات المتوسطة والأقل حظا، مما يعني أن الفرص ستتوفر للطبقة المقتدرة فقط التي بإمكانها العمل لفترات طويلة دون مقابل، مما يعني أن الطبقة المقتدرة ستكون مؤهلة بشكل أكبر للفرص المهنية لاحقا، وذلك على حساب الطبقات المتوسطة والأقل حظا، مما سيخلق دائرة من الامتياز والطبقية في المجتمع تخص فئة ولا تعم على الجميع. وشكرا. شكرا لك سارة ويعطيك ألف عافية. ننتقل إلى فريق المستقبل ومع سلمان السندي. سلمان، سارة ربطت حق المتدرب بدفع الرواتب وأنتم ضد هذه الفكرة، شلون راح نفند هذا الرأي؟ معك 6 دقائق. طبعا المتحدثة الأولى راح تكون سارة من فريقنا. نعيد الوقت عشان إذن سارة المتحدث الأول. نعم تفضلي يا سارة. في البداية أحب أرحب فيكم فريق مع السادة المشاهدين وجميع المتابعين هنا. في البداية أنا مع زميلي سلمان راح نؤكد على موقفنا أننا نحن ضد قرار هذا المجلس بإلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني، وسنؤكد على موقفنا هذا من خلال محورين سنتناول فيه الفرد أو المتدرب، وسنتناول فيه المحور المؤسسي أيضا. سأبدأ أنا بتفنيد حجج زملائي من فريق مع، وبعد ذلك سننتقل للتحديث عن محاورنا. في البداية نبغى نتناقش في تعريفكم حق نص القضية. أنتوا في البداية قلتوا بأن الراتب هو الأجر أو المقابل الذي يجب على الفرد الحصول عليه مقابل الخدمات التي سيقدمها للمؤسسة، وأنه هو يمكن أن يتشاور في هذا الأجر الذي سيقدم إليه من قبل المؤسسة ويحدد، بينما الراتب يعني تعريفه بالنص والنحو في القانون هو الثابت الدائم. فهنا يعني أنتم يعني حاليا الراتب الذي تتكلمون عنه وأتيتوا لتطالبون به ليس شيء واقعي، لأن إذا كانت المؤسسة ممكن أن تحدد ما تراه مناسبا لهذا المتدرب، فإذا نحن قاعدين نرجع لنفس الوضع الحالي اللي احنا قاعدين نعيش فيه. فاحنا قاعدين نقدم لهم، جميع المؤسسات تقدم حق المتدربين الموجودين فيها،
مكافآت عينية أو مكافآت مادية مقابل الخدمات المتميزة التي يقدمونها. فهذا الوضع الحالي، فإحنا لا نأتي بوضع مغاير للموضوع الموجود حاليا فيه. وأيضا ما وضحتون لنا في تعريفكم لنص القضية ما هو التدريب المهني، ما هو برامج التدريب المهني التي يجب الإلزام فيها بالرواتب والأجور. فمثلا لما يكون برنامج التدريب المهني من قبل خدمة المجتمع، هنا يعني هذا امتداد، برنامج التدريب المهني هذا امتداد للعملية التعليمية، فهذا استكمال العملية التعليمية. فإحنا كأنما بمنطقكم هذا نقول حتى أن الطالب يجب أن يصرف له رواتب حاليا، لأنه هو قاعد يقدم خدمات للمؤسسة التعليمية اللي يقدمها. فأنتوا لم تحددوا لنا ما هو الراتب الذي تطالبون به أو الأجر الذي تطالبون به للمتدرب، وما هو برنامج التدريب المهني، وما هو مواصفاته، وما هي الخدمات التي يجب أن يحصل عليها المتدرب لقائها أجر ويعني. فأيضا أبغى أتناول واحدة من الحجج. نعم نحن مع العدالة والاستدامة والتنافسية، لكن أين العدالة عندما تلزمين المؤسسات التي هي أساسا تساهم في تطور المجتمعات وفي التنمية المستدامة، وتأخذ على عاتقها تأهيل الأفراد بأعباء اقتصادية زائدة؟ فهنا هناك إجحاف هنا في العدالة التي يراد تحقيقها للمتدربين، هناك في إجحاف وعدم عدالة للمؤسسات نفسها. وليس هناك مساواة ما بين الموظف والمتدرب عندما نقدم نظير مادي له ونساويه بالموظف أيضا. فسأنتقل الآن لحججنا التي ستبين لماذا إن ستبين هدفنا، وهو الحد من عزوف المؤسسات الحكومية والخاصة من استقبال المتدربين في برامج التدريب المهني. فعندما أني أجي وأروح ألزم مؤسسة حكومية التي هي أساساً تطوعاً منها قاعدة تسوي حق برنامج تدريب مهني، بأن أنت لازم تقدمين إلينا أجر عيني حق هذه المتدربين، فسيكون هناك إرهاق لها، وأيضاً أن راح تعزف عن استقبال هذا المتدربين. فإحنا راح نفاقم من المشكلة الموجودة حالياً، وسنحد من الفرص المتوافرة لشبابنا اليوم. أيضا سيكون هناك إرهاق للمؤسسة، لأن هذه المؤسسة توظف من كوادرها، من خبراتها، من أجهزتها عشان تدرب هذين المتدربين. فهي حاليا قاعدة تقدم خدمات وهي لا تأخذ أجر أو نظير مقابل لها، فقط للإسهام في عملية تمكين شبابنا الحالي ليكونوا قادرين على التنافس في المجالات المستقبلية. لذلك للمحافظة على استمرارية هذه العملية يجب أن لا نضع المزيد من الشروط عليها لعدم تقليل من فائدتها. شكرا لسارة العريبي من فريق القادة المستقبل اللي كانوا ضد ما قرره المجلس هذا اليوم في عنوان القضية أو عنوان الموضوع، سيلزم هذا المجلس المؤسسات الحكومية والخاصة بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني. ننتقل إلى فريق الطليعة مع سمية المجذوب. شكرا لكم، وأشكر فريقنا، فريقي الزميل فريق ضد. وأريد أن أؤكد المستمعين والمشاهدين بأننا في فريق الطليعة نؤكد بضرورة أن يلزم هذا المجلس المؤسسات الحكومية والخاصة بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني. سمية تسمحي لي؟ أي نعم. تبتدين الحين؟ أي نبتدي؟ We will start now. نعم شكرا لكم. وفي فريق مع نريد أن نؤكد بأننا مع موقف ضرورة أن يلزم هذا المجلس المؤسسات الحكومية والخاصة بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني. قبل أن أرد على حجج زميلتي سارة، أريد أن وضح بعض الأمور التي ذكرتها. ذكرت بأن الراتب هو أمر، ليس إعطاء الراتب أمر غير واقعي، ولكن هو واقعي. يعني نحن عرفنا الراتب كما قالت زميلتي سارة بأنه المردود المادي، فهو يعني حسب الفترة التي يقوم هذا المتدرب بالتدريب فيها، إن كانت بضعة شهور إن كانت سنة، فهو يستلم هذا المبلغ أو المردود المادي.
هذه أول نقطة. ثاني نقطة أريد أن أؤكد عليها بأن ذكرت بأن هناك إرهاق أو إجحاف بحق المؤسسة التي تدرب، ولكن في الحقيقة الفائدة التي تكتسبها هذه المؤسسة هي أكثر وأكبر من التكاليف التي تقع عليها. بمعنى المتدرب الذي يعمل في هذه المؤسسات يقدم خدمة، يعطي من وقته، يزيد من إنتاجية هذه المؤسسة، فليس هناك في الحقيقة يعني تكلفة أكبر. التكلفة قد تكون على المتدرب نفسه أكثر من المؤسسة. نقطة أخرى أريد أن أؤكدها بأن هذه الفكرة اليوم بأننا يعني مع إعطاء الراتب تساعد في تنشيط الاقتصاد، كيف؟ لأنه هؤلاء المتدربين لو استلموا سأخذها لاحقا، لو استلموا مردود مادي هذا سيزيد من قوتهم الشرائية في الاقتصاد وسوف ينفقون هذا المبلغ في الاقتصاد، فهذا يعني ينشط من الدورة الاقتصادية الموجودة في المجتمع. فأريد أن أؤكد على هذه النقطة، سأخذها لاحقا. هناك أيضا نقطة أخرى ما نريد أن نؤكده اليوم بأن التدريب بغير راتب هي ممارسة استغلالية كما قالت زميلتي سارة. هناك آثار سلبية على المجتمع قد تحدث إذا لم نتأكد من حفظ حقوق هؤلاء المتدربين. هناك يعني بعض المؤسسات يعني التي قامت باستبدال وظائف دائمة بوظائف متدربين، بمعنى يعني في أحد الدول كانت هناك موظفة في إحدى المؤسسات لديها وظيفة دائمة، تم إنهاء عقدها، ولكن فوجئت بعد فترة بأن المنصب اللي كانت تشغله كان في شغل متدرب غير مدفوع، بمعنى أن هذه المؤسسة كانت مستفيدة من هذه الموظفة لكن قاموا باستبدال هذا الشاغر إلى منصب متدرب، فهذا يعني أن المؤسسة مستفيدة حقيقة. لا أحد يمكن أن ينكر أن المؤسسة تستفيد من عمل هذا المتدرب، والمتدرب أيضا بالتأكيد يستفيد من زيادة خبرته ومهاراته وتكاليفه. إذن هذه النقطة التي نريد أن نؤكد عليها. وكما قلت أيضا أختي سارة أنه هناك يعني الكثير من المؤسسات تقدم مكافآت مادية للأفراد وهذا صحيح، لكن هذا الأمر غير إلزامي في الوقت الحالي أو في السيناريو اللي عندنا، فنحن مع إلزامية هذا الموضوع لأن هذا يحفظ حق الجميع وتصبح هناك يعني مساواة بين جميع المتدربين. نريد أيضا أن نؤكد على فكرة العدالة كما قالت سارة زميلتي، بأنه يعني لو كانت هذه يعني فرص التدريب غير مدفوعة فهذا يعني أن الباب سيكون مفتوح أكثر للطلبة والمتدربين الذين لديهم القدرة أن يعملوا لفترات طويلة من غير راتب أو من غير مكافأة، خصوصا أن احنا عرفنا المتدرب قد يكون أي شخص، مو بالضرورة يكون طالب، قد يكون هو موظف، قد يكون معيل لعائلته. فإذا نريد أن نضع جميع هذه الفئات بعين الاعتبار عندما نفكر في هذه القضية. سأخذ مداخلة واحدة، من كان أول؟ سلمان. ما هو الهدف من برامج التدريب المهني؟ الهدف من برامج التدريب المهني هو تطوير كفاءات أو يعني الخبرة اللي بيأخذها المتدرب. يعني كما ذكرت زميلتي سارة أن يعني قد يقدم هذه المتدرب خدمة أو يدرب على مهارة أو يعني يقوم بأعمال على حسب كل تخصص بالطبع، يعني الموضوع راح يختلف من مؤسسة لمؤسسة أخرى. اوكي مداخله شنو يعني نحن نعرف ان في بعض الناس يروحون يطلبون من الشهادات ويدخلون في الدورات التدريبيه، في حين هاي المؤسسات قاعده تقدم هاي الدورات التدريبيه حق التعليم المهني بالمجان، فهي قاعده تقدم خدمه للمتدرب، فكيف يتم الزامها بان تدفع راتب على خدمه هي أساساً قاعدة تقدمها؟ نحن هنا لا نتحدث عن الدورات التدريبية، نتحدث عن يعني برنامج بما معناه يقوم الزميل أو يعني يقوم المتدرب بالدوام في هاي المؤسسة. يعني ففي النهاية نريد أن نؤكد لا يوجد عمل بدون مقابل، يعني هذا يعني استغلال لوقت وجهد هذا المتدرب، ولكنه تعطيه الخبرة والمهارة في النهاية التي تضيف إلى سيرته الذاتية والسيفي في حالات التوظيف، وهذا لا يمنع أن يحصل على أجر مقابل وقته وجهده. يعني الأمرين، هذا الأمر لا يلغي الآخر، لا يوجد عمل بدون مقابل.
وهذا ما نريد أن نؤكده في الفريق. إذا سمية شكرا لك. سمية بالها طويل خذت كل أسئلتكم. شكرا لك سمية. هايلايت على ممارسة استغلالية، وهذه ممكن أن احنا بعدين نناقشها بشكل نسب فيها بشكل آخر. شكرا لك مجددا سمية، وأكيد الحوار مستمر بين فريق الطليعة وفريق المستقبل مع وضد في قضية اليوم يونس. المجلس يلزم المؤسسات الحكومية بصرف رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني. بعد الفاصل متابعين الكرام راح نتواصل معاكم مع فريق الطليعة وفريق المستقبل، هذه المناظرات التي تؤسس لفكر شبابي دائما وأبدا نراهن عليه من خلال وزارة الشؤون الإعلام. مساء عليكم بالخير من جديد مستمعينا ومشاهدي تلفزيون البحرين، واكيد الحلقه مستمره من دبل لايك. واحنا اليوم في الاستديو نذكر ان عندنا مناظرات بين شباب، اشتدت المناظره بين فريق مع وضد تجاه موقف المجلس لليوم اللي يطرح قضيه الزام المؤسسات الحكوميه بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني. تواصلين معكم متابعين الكرام مستمعي الاذاعه الشبابيه 98.4 بالانضمام إلى إذاعة بحرين اف ام 93.3. وصلنا إلى سلمان السندي. سلمان انت ضد اليوم؟ اي نعم. ونأكد حق متابعينا ومستمعينا الكرام ان سوينا القرعة وصار فريق مع وضد، واليوم وجهات النظر ما تمثل وجهة نظرهم الشخصية المطروحة، اليوم ما تمثل وجهة نظرهم الشخصية ولا تمثل الجهات اللي ينتمون لها. سلمان جاهز؟ بإذن الله. من عقب التايمر We will start now. طبعا أول شيء أمسي عليكم بالخير وعلى الفريق الآخر فريق معه، وأيضا على المستمعين ومشاهدين تلفزيون البحرين. طبعا احنا اليوم نأكد على موقفنا ضد نص قضية المجلس، ألا وهو سيلزم هذا المجلس المؤسسات الحكومية والخاصة بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني. يمكن تناولت المتحدثة الأولى من فريقنا جانب المؤسسة، وراح أتناول إن شاء الله أنا جانب المتدرب وهو طبعا محور نقاشنا اليوم. يمكن طرحها والفريق الآخر العديد من الحجج، وحتى متحدثتهم الثانية يمكن سردت العديد من التفنيدات ولكن لم تأتي بحجج. انطلقوا من أن يعني استغلال المتدرب في البرامج التدريبية وعدم إعطائه للرواتب، هذه راح يكون إجحاف في حقه وما راح يحققون مفهوم التنافسية والاستدامة والعدالة اللي هي مبادئ رؤية البحرين 2030. حاب أكد أن احنا أيضا عندنا مشكلة، المشكلة أن إعطاء الرواتب راح يؤدي إلى إخلال بمفهوم عملية التدريب المهني. والهدف اللي احنا ننطلق منه اليوم كفريق ضد لنص القضية هو بإلزامنا للمؤسسات الحكومية والخاصة بدفع الرواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني، فإحنا راح نحد أو راح نسبب عزوف المؤسسات هذه من تلقي المتدربين في برامجها التدريبية. لأن أنا لما ألزم المؤسسة أن تدفع الراتب حق المتدرب، المؤسسة هي مو بحاجة حق المتدرب، المؤسسة هي تقدم خدمة للمتدرب، المتدرب مخير بالإمكان أنه يستفيد من الخدمة المقدمة لإتمام العملية التعليمية أو لاكتساب الخبرة أو لإتمام المتطلبات الجامعية. ولكن في حال أن أنا كمؤسسة راح تلزمني أن أنا أدفع مبلغ مقابل تدريب المتدرب، فأنا راح أرفض، وبالأخير من اللي خسران؟ الخسران هو المتدرب نفسه، لأنه راح يخسر فرص التدريب في المؤسسات الحكومية والخاصة العريقة اللي ممكن تفيده أيضا في مجال عمله أو تهيئة أو حتى تأهيله لسوق العمل فيما بعد. طبعا اذكروا أن الاستغلال، وركزوا أيضا على مفهوم ممارسة استغلالية ضد المتدرب، ونسوا أن المستفيد الأول هو المتدرب نفسه. يعني يمكن ذكرت أختي سارة من فريقنا جانب المؤسسة وشلون المؤسسة هي قاعدة تقدم جميع هذه الخدمات بدون مردود. هي المؤسسة تقدم أجهزتها، تقدم مقراتها، تقدم اسمها كمؤسسة، تقدم أيضا كادرها الوظيفي. أنا لما يكون عندي متدرب فأنا راح أفرغ موظف خاص حتى يدرب هذا الشخص المتدرب. الموظف هذه لو أن أنا ما كان عندي المتدرب، راح أخذها بعد شوي، لو ما كان عندي هذا الشخص المتدرب ف
فالموظف هذه ممكن يؤدي مهام أخرى تعود بإنتاجية على المؤسسة وممكن تعود بالربح أيضا على المؤسسة. تفضلي بمداخلتك. قلت زميلي سلمان بأن المستفيد الأول هو المتدرب لأنه سيأخذ خبرة، ولكن ماذا عن الفرص البديلة التي كان يمكن أن يشغلها المتدرب؟ كان ممكن يشتغل في عمل يأخذ خبرة وكفاءة وأيضا يحصل راتب، فشنو يستفيد من يشتغل في تدريب بغير راتب؟ شكرا على المداخلة أختي سمية. طبعا أختي سمية يمكن صار عندها لبس في موضوع القضية. طبعا احنا حاليا نتكلم أن البرامج أو برامج التدريب المهني الهدف منها تأهيل مثل ما أنتم تفضلت، أو تأهيل أو إتمام متطلبات سوق العمل أو متطلبات العملية التعليمية. الهدف منها ليس بعمل، هو لو بيدور وظيفة يروح يدور وظيفة، ما يروح يدور على برامج تدريب مهني على أساس يتم متطلباته. مداخلة. شكرا. فراح أتطرق على حججنا. طبعا لو بنتكلم عن المتدرب نفسه، ففي برامج التدريب المهني لو راح يعطى راتب، هو في برامج التدريب المهني ملتزم بساعات عمل محددة وبساعات تدريب محددة. ومعظم الشركات اللي تقدم برامج التدريب أو تقدم أجور نظير برامج التدريب، فهي غالبا تلزم الأشخاص أنهم يشتغلون عندها فيما بعد انقضاء فترة التدريب، وهذا الشيء في إجحاف وراح يضر بمصطلح التنافسية اللي تفضلوا فيه، لأن هني راح نحد من قدرة وإبداع المتدرب ونحصره في جهة عمل ممكن ما تكون هي جهة العمل المناسبة له، ولكن المؤسسة تلزمه بما أنها هي دفعت للمبلغ. فأكد على موقفنا أن احنا ضد نص قضية المجلس، والهدف أن احنا نحد من عزوف المؤسسات الحكومية والخاصة عن استقبال المتدربين في برامج التدريب المهني. وشكرا. شكرا لك سلمان. أنا اللي بقوله الحمد لله أن احنا مو لجنة تحكيم، لأني ضعت بين تناظركم القوي من الجهتين، وإن شاء الله خطاب الرد يثبت أقدام المواقف أكثر وأكثر حتى نكتشف الرؤية بالنسبة لموقف فريق الطليعة وفريق المستقبل. بعد الفاصل نرجع حق خطاب الرد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. دبل لاين. أيوة. دبل لاين. ومكملين معكم أكيد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونحب نذكر أن احنا بعد شوي بننتقل إلى خطابات الرد، وخطاب الرد مدته دقيقتين، وبالنسبة لفريق الطليعة خطاب الرد سيكون مع سمية المجذوب، وبالنسبة لفريق المستقبل في الرد سيكون مع سلمان السندي. سلمان، أنت ضد اليوم عنوان القضية، فالبداية معك من عقب التايمر. جاهز؟ إن شاء الله نبتدي بإذن الله. We will start now. طبعا نأكد على موقف فريقنا مرة أخرى أن احنا ضد نص القضية، ألا وهي سيلزم هذا المجلس المؤسسات الحكومية والخاصة بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني. جئنا بأساس واضح، كان عندنا أساس أن محور أول ومحور ثاني عندنا هدف حابين أن احنا نوصل له. هدفنا كان أن احنا نمنع عزوف مؤسسات التدريب سواء المؤسسات الحكومية أو الخاصة عن استقبال المتدربين في برامجها التدريبية، وهذه راح يكون بسبب إلزامهم بالأجور أو دفع الرواتب. طرحنا محورين، المحور الأول هو المحور المؤسسي، والمحور الثاني هو محور المتدرب، وهما أساس هذه النقاش اليوم. طبعا ارتكزنا على ركيزة ثابتة، طرحنا حججنا. الفريق الآخر يمكن تناولوا موضوع التنافسية والاستدامة والعدالة، وشافوا أن في استغلالية للمتدرب، ولكن حبوا أنهم ينصفون المتدرب ويستغلون المؤسسة. فبإنصافكم للمتدرب واستغلالكم للمؤسسة فناقضتوا نفسكم ومبدأ التنافسية والعدالة. ركزوا على الأمور الاقتصادية ونسوا أن المؤسسات نفسها اللي تقدم برامج التدريب هي تقدمها بكوادر بأدوات اسم المؤسسة، كل هذه الأمور هي تدفع ولكن ما يطلبون المتدرب بشيء على أساس أنه يرده. فأتوقع أنه يمكن الصورة تكون واضحة.
يعني كان موقفنا أقوى صراحة من موقف الفريق الآخر. ولجنة التحكيم إن شاء الله راح تشوف الموضوع بإذن الله. شكرا لك، يعطيك العافية سلمان. سمية جاهزة؟ حب نذكر أن ما عادش دقيقتين بالضبط لخطاب الرد، تفضل. We will start now. نعم، شكرا زميلي سلمان على خطاب الرد، وأريد أن أؤكد بأن موقفنا اليوم هو نحن مع إعطاء الرواتب للمتدربين في المؤسسات الحكومية والخاصة. لماذا؟ لأنه دعونا نفكر في الواقع، ما هو الذي يحصل على أرض الواقع اليوم؟ الطلبة والمتدربين يقضون الساعات الطويلة والجهد الكبير في هذه البرامج، يروحون الدوام كل يوم، يرجعون في الزحمة كل يوم ويشتغلون، وفي نهاية المطاف يشتغلون على وعد، فقط وعد. ما نقدر أن احنا نخلي فرص العمل من غير مقابل، يجب أن نعطي المتدرب حقه من المردود المادي. هذه أول نقطة أريد أن أؤكد عليها. كما ذكرت زميلتي سارة وفي مداخلتنا السابقة، هناك آثار سلبية حقيقة إذا لم نقوم بإلزام المؤسسات بدفع هذا المردود المادي على المتدرب نفسه وعلى الاقتصاد. ذكرنا سابقا أن يعني لو دفعنا الأجر للمتدرب سوف يؤثر إيجابيا على عجلة الاقتصاد ويزيد من القوة الشرائية من المتدربين. أريد أيضا أن أعطي مثالا سريعا، يعني في الشهر السابق الاتحاد الأوروبي مرر قانون بعدم قانونية التدريب بغير راتب، سواء كان هذا تدريب لا علاقة بي يعني جامعة أو تدريب يعني مهني للتحويل من مهنة إلى مهنة. إذن هناك خلنا نقول حركة عالمية لسن قوانين ضد هذه الممارسة، ونحن أيضا يعني نتفق مع هذا القانون. آخر شيء نبي نأكد على نقطة أن نعم الجميع مستفيد من عملية التدريب، ولكن الذي يعني يقوم بحمل التكاليف الأكثر هو المتدرب نفسه. التكاليف على المؤسسة لا تكون كبيرة مقارنة بالمتدرب، ولذلك القانون موجود لحماية الحلقة الأضعف الموجودة في المجتمع، وهم الشباب وهم الباحثين عن العمل وهم المتدربين. ولذلك نحن نصوت لهذه القضية، ونريد أن نحمي العدالة في المجتمع ونمنع استغلال المتدربين. وشكرا. شكرا لسمية المجذوب من فريق الطليعة. طبعا فريق الطليعة معه سارة، سمية، سلمان، وسارة فريق القادة أو قادة المستقبل ضد فكرة اليوم أو موضوع حلقة اليوم. بعد الفاصل ننتقل معكم متابعين الكرام إلى أعضاء لجنة التحكيم. دبل لاين. ايوه دبل لاين. ومجددا نعود لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. وبين فريق الطليعة وفريق المستقبل اليوم ناقشنا قضية بين فريق مع وضد حول المؤسسات الحكومية التي ستلزم بدفع رواتب للمتدربين في برامج التدريب المهني. رح ننتقل إلى لجنة التحكيم وناخذ هذا الاتصال مع أستاذ مهند الفردان. مساك الله بالخير أستاذ مهند. يا هلا، مساء النور والسرور، شخباركم؟ يا هلا ومرحبا فيك، الله يسعد مساك. الله يخليك، مجال متروك لك، تفضل. يلا، اولا احب امسي عليكم جميعا وامسي على اخواني المتناظرين. يا هلا مرحبا. صراحه كانت مثل ما قلتين بالضبط، كانت يعني التقييم كان جدا صعب لان المستوى متقارب جدا بالنسبه للفريقين. طبعا كلهم كانوا يعني مبدعين في المناظره وكانت حججهم قويه جدا. بس انا ابتدي بصوتي، يعني اعطي صوتي لاي فريق اول؟ تفضل. وبقول ليش. اي، انا اعطي صوتي الى فريق سلمان وساره. السبب ان كانت حجتهم اعتقد يعني بناءها المنطقي كان شوي اقوى، خصوصا لما استخدموا حجه امتداد العمليه التعليميه، اعتقد ان كانت حجه شوي قويه. يعني السبب الثاني ان الفريق الثاني سميه وساره، يعني اعتقد في وجهه نظري انه وقعوا في بعض المغالطات المنطقيه. يعني اقدر اذكر بعض الامثله عشان يكون اوضح للجمهور. مثلا سمية كانت تتكلم عن مثال الموظفه اللي خسرت شغلها واكتشفت انه كان في مجال حق متدربه او متدربه تاخذ مكانها. هي هذه نفس ما قلنا من قبل في لما حكمت المناظره السابقه، هذه مغالطه التعميم السريع يسمونها، اللي هي
يعني عممت على أن هذا هو الوضع الطبيعي باستخدام مثال واحد, وتشز هذا لا يعني أن الحجة هذه صحيحة أو في صالح الفريق. مثال ثاني كانت آخر مثال في خطاب الرد لما كلمتين سمية عن الاتحاد الأوروبي أعتقد والقانون اللي مرروه, هذه اسمها مغالطة الاحتكام إلى السلطة. لا يعني بالضرورة أن إذا السلطة أو سواء كانت سلطة يعني هي سلطة حكومة أو شيء من هالقبيل أو السلطة الشخص اللي يضع القوانين أو يسن القوانين, لا يعني بالضرورة أن استخدامنا لهذه السلطة أو رأي السلطة هو بالضرورة يؤيد يعني حجتنا. مو بالضرورة إذا السلطة قالت شيء يعني الحجة صحيحة, وهذه يسمونها مغالطة الاحتكام إلى السلطة. بالضرورة السلطة تكون خاطئة أستاذ مهند. أي أكيد لا أي بالضبط, هي بالضرورة هذه مغالطة منطقية أيضا. لا لا بالضرورة أن تكون السلطة صحيحة ولا بالضرورة تكون خاطئة. فاستخدامنا إلى أن لأن السلطة قالت هذا الشيء فإذا هو صحيح, هو مو بالضرورة صحيح. عرفتين؟ وفي نفس الوقت حتى استخدام أعتقد يا سمية أو سارة كأنه قلتين عن الدوام الطويل والهذا, هاي بعد الدوام الطويل في الجامعة دوام طويل, يعني هذا لا يعني أن الدوام الطويل يعطي الأحقية أن يحصل راتب مثلا على سبيل المثال. نعم إذن بالمجمل أستاذ مهند تعذرني على هالمقاطعة ولكن الوقت ما يسعفنا, صوتك لفريق المستقبل معذور, بالعكس احنا ودنا نسمع أكثر ولكن الوقت ضيج وننتقل إلى أعضاء لجنة التحكيم الآخرين. بالمجمل أستاذ مهند مثل ما قلت لنا صوتك لفريق المستقبل. سارة وسلمان حياك الله, أهلا وسهلا. انتقل معاكم إلى الأستاذ يعقوب الناجم, مرحبا مساء الخير. يا هلا ومرحبا فيك أخو يونس, ساك الله بالنور, يا هلا ومرحبا وحياك الله وسمو تفضل. الله يحييك. طبعا في البداية يعطيهم ألف عافية المتواجدين عندك في الاستديو. كانت مناظرة جميلة بالنسبة لي سواء من خلال فريق الطليعة وأيضا فريقات المستقبل. أنا راح أقول صوتي في النهاية بس بتكلم بشكل عام على الهيكل. اكتشفت أن التحكيم صعب من عن بعد صراحة, بس تجربة جدا جميلة. باختصار الهيكل بالنسبة للي هو للمداخلات أيضا من خلال خطاب الرد جميع هذه الأمور كان ملتزمين فيه بشكل حرفي وشكل سلس وجميل صراحة. فما عندي أي ملاحظات من خلال هذا الموضوع, بالعكس تأييد القضية والتعريف وأيضا تفنيد الحجة لجميع هذه الأمور. باختصار مثل ما قالوا في مهنرة راح أضيف عليه, دائما لما تكون عندك حجة جميل جدا أن تذكر أمثلة, لكن ذكر الأمثلة يجب أن يكون من خلاله أيضا نتائج هذه الأمثلة شنو صارت. يعني إحنا عشان نعممها عشان نقول نعطي انطباع حق الفريق الآخر أن حجتنا قوية, فيمكن معاب فريق الطليعة نوعا ما أنه كانوا يقولون حجج لكن ما كان فيه لها إثباتات واضحة, يعني تأثير على الفار المفروض أنه يستحق ساعات مطولة وما إلى آخره, في ربط في الحجج لكن ما كان في تسلسل منطقي بالنسبة لي. بينما فريق قالت المستقبل كانوا أفضل نوعا ما بطريقة ما أو بأخرى, فندوا التعريف, فندوا أيضا بعض الحجج وما إلى آخره. يمكن بس في نقطة رئيسية, يمكن سلمان تناول الموضوع بحجج منطقية أكثر, تكلم من واقع أن مدروس, ذكر بعض الحجج اللي هي ممكن كان نظري فريق الثاني واجه صعوبة في الرد عليها وتكلم فيها بأسلوب مناسب. بخصوص المداخلات أنا وجدت أن فريق قارة المستقبل ما استخدم المداخلات بالشكل المناسب مقارنة بفريق الطليعة. يعني دائما إذا بتاخذ مداخلة لا تسأل سؤال عام تعطي الإجابة, حاول قدر الامكان ان تتصعب على الاجابه عن طريق مداخله تهمك في الموضوع. نعم. اما بخصوص خطاب الرد فكان الفريقين بالعكس تميزوا فيهم, لكن صوتي يميل حق قاره المستقبل نظرا لان الحجج كانت افضل وتسلسل المنطقي كان افضل, رغم يعني ان نوعا ما سلمان تكلم عن أن التدريب المهني فقط للطلبة, بينما الفريق الثاني واضح أن التدريب المهني مو فقط للطلبة, فكان المفروض أنه يفند أكثر ويقول ترى إحنا نفند هذا التعريف بشكل سلس, مو مثل يمكن سارة قالتها في البداية, بس مفهوم أن سلمان أيضا يؤكد عليه. فصوتي أيضا لقارة المستقبل ويعطيهم العافية جميعا. شكرا بحجم السماء إلى عضو لجنة التحكيم في هذه المناظرة الأستاذ يعقوب الناجم. وننتقل إلى الصوت الفاصل بين فريق الطليعة وفريق قادة المستقبل الأستاذة هدى الخالدي. مسي عليك بالخير.
أمسي عليكم بالنور. الله يسعد مساك، أهلا وسهلا أستاذة هدى. أنا بعرف ليش تخلوني كل آخر واحدة يعني. نوهقش بالنهاية. كتامها مسك. هو يعني حاليا خلص نحسم الموضوع صوتين لفريق المستقبل. نعم. صح؟ نعم صحيح. وأنا أيضا راح أضم صوتي الثالث لفريق المستقبل لسبب واحد واضح، أن في فريق المستقبل بالنسبة حق محور المؤسسات ومحور المتدرب نفسه كان جدا واضح بالنسبة لي شنو الآثار السلبية والإيجابية اللي بتترتب على هذين الطرفين، وهما في النهاية المتأثرين من خلال هاي القضية. يعني احنا لما نتكلم عن المتأثرين في نفس القضية هما طرفين أساسيين لازم احنا ناخذهم بعين الاعتبار، وهما المتدرب والمؤسسة. هاي نقطة. أما النقطة الأولى ترى يعني أنا من بعد الخطابات الأولية صارت المناظرة يعني شبه واضحة بالنسبة لي. سارة العريبي كانت جدا ذكية في ردها على موضوع الراتب. أنا الصراحة من هنا انتهت عندي المناظرة. لما أنت لما أتي تعرف لي الراتب على أساس أنه هو مكافأة أو مبلغ، لا ما يصير، لأن الراتب كما هو متعارف عليه هو راتب مبلغ ثابت شهريا. فسارة العريبي كانت ذكية جدا في أن هي ضربتهم في هاي النقطة. نعم. أن إذا إحنا قلنا أن الراتب لا مسميات أخرى أو معاني أخرى، فترى إحنا في نهاية المطاف فعلا بنرجع وبنرد على الوضع الحالي اللي إحنا حاليا فيه، أنه إذن يعني ما في شيء معين. نعم، إذا ختاما أستاذة هدى نعلن النتيجة والفوز لفريق قادة المستقبل سلمان السندي وسارة العريبي. شكرا لك أستاذة هدى، حياك الله. عاد اسمحوا لنا لجنة التحكيم يضيج علينا الوقت، ولكن إن شاء الله يعني في الحلقات الجاية مع ترتيب وقت البرنامج وأذان العشاء بإذن الله تعالى من ينزل شوية بتترتب إن شاء الله الأمور عندنا. كلمة ختامية في 30 ثانية أحتاج منكم، نبتدي مع فريقكم. فريق الطليعة، وانتم ان شاء الله بافكاركم في الطليعة. والله الصراحة ما عندي شيء اقول الا شكرا لكم على هاي المبادرة الجميلة الصراحة. نستانس ان احنا نشوف ونسمع المناظرات على اذاعة تلفزيون البحرين ونشوفها على التلفزيون حتى. فمشكورين جدا على الاستضافة اليوم، مشكورين على الفكرة. شكرا لكم اكيد. ومبروك حق فريق الضد. سمية. وأيضا أنا أضم صوتي حق زميلتي سارة، يعني فعلا مثل ما شفت المناظرة هي يعني تمرين جميل، نسمع وجهات نظر مختلفة، نفهم قضية من يعني من أكثر من زاوية، فهي أمر جدا حلو إن إحنا نشارك في المناظرات ونسمع المناظرات في إذاعة تلفزيون البحرين. وأيضا أبارك حق زملائي، وإن شاء الله يعني أيضا نشوف مناظرات أخرى على التلفزيون والإذاعة. وإحنا كذلك نبارك لفريق قادة المستقبل. سارة كلمة أخيرة. في البداية نشكر لكم استضافتكم، كانت ليلة ممتعة، وندعو المشاهدين لاتباع نمط حياة المناظرات، لأن المناظرة هي أسلوب تعايش وتقبل للآخر، وهو امتداد للفكر يعني والتطور. نعم نعم. سلمان تفضل. أول شيء أشكر لكم فرصتنا اليوم بالتناظر. شكرا سارة وشكرا سمية، لأن بوجودكم اليوم خليتوا للمناظرة طعم آخر، وكنتوا منافس قوي صراحة. نعم. شكرا مرة ثانية على هذه المناظرة، ويعطيكم العافية. شكرا لكم أكيد، نورتونا وشرفتونا. مثل ما نقول كالعادة المناظرات ما فيها ربح وخسارة، وإن هي تبادل آراء وفكر واستثمار وإثراء للطرح والقضية. صلى معكم الختام، تقبلوا تحيات تحيات طاقم برنامج دبل لايك الإذاعي والتلفزيوني. نشوفكم بكرة في أمان الله. مع السلامة.